الاتفاق على المواطنين بين البلدين؟ هو أولا يعني راح تكون المكالمات الهاتفية أقل تكلفة وراح تسمح للمواطنين البلدين باش يتصلوا بأهلهم من ما يتنقلوا. احنا نعرفوا بلي الجزائريين يتنقلوا كثير لتونس في إطار زيارات سياحية، فلما يعرف بلي دقيقة المكالمة الهاتفية للجزائر عندها نفس الثمن لما يكون في تونس أو في الجزائر، فهذه راح تخليه يستعمل الهاتف ويتكلم بدون يعني خوف من فاتورة يعني تكون غالية كما هو الحال عن طريق الرومينج. نعرف بأن مثلا الدقيقة من الجزائر للجزائر تكلف مثلا 4 دنانير أو 5 دنانير، ولما يكون في الخارج تكلف يعني 10 مرات أكثر. فهذا راح تخلي المكالمات ما بين البلدين تزيد من ناحية الحجم والتكلفة راح تقل، إلا أنه يعني لابد من لما تكون هذه الخطوة هذه ما لازمش تمشي في اتجاه المعاكس لمصلحة المتعاملين. ما لازمش السياسة يعني أو القرارات السياسية هذه تأثر اقتصاديا على المتعاملين وتأثر ما بعد ذلك على نوعية الخدمات لما يعني تنقص التكاليف. كنت سأسألك سي يونس من ناحية تقنية، ربما لأنه الوزيرة في وزيرة القطاع هدى فرعون قالت أنها ستحث المتعاملين في القطاع على الذهاب إلى الاستثمار في هذا الجانب. هل تعتقد أنه تقنيا وعلى الميدان فعلا يمكن تحقيق هذا الشيء، خصوصا فيما تعلق بما قاله الجانب التونسي لخلق ربما شبكة واحدة بين البلدين؟ هي تقنيا ممكن، خاصة بعض المتعاملين اللي عندهم يعني تواجد في البلدين، يعني تلقى متعامل موجود في تونس وفي الجزائر، فممكن ربط الشبكتين حتى تكون شبكة واحدة، ولكن راح يعني تطرح إشكالية نقل الأموال من بين البلدين تاع يعني المداخيل. فهذه لابد ان تحل يعني قانونيا حتى لا تطرح الاشكال يعني. فمن ناحيه تقنيه ما فيش مشكل يعني، من بعد بعض المتعاملين اللي متواجد في بلد ومش متواجد في بلد اخر، فهذا راح يدفعه انه يستثمر في توسيع الشبكة حتى تكون متواجدة وتغطي البلد الآخر. هذا استثمار آخر يعني حيزيده، ولكن تبقى دائما من الناحية الاقتصادية هل هذا الاستثمار يعني سيغري المتعاملين باش يمشيوا في هذا الاتجاه أو يبقوا يمشيوا لقضية إيجاد متعامل آخر يتعاملوا معاه بطريقة يعني تشبه الروبينج ولكن بأسعار مخفضة، بأسعار يعني أقل. طيب كنت سأسألك يعني لابد أن تكون هناك مغرى اقتصادية لأن هم متعاملين تجاريين، ما عندهمش علاقة بالقرارات السياسية اللي تتخذها الوزارتان في البلدين. طيب ربما نركز هنا على الجانب المهم بالنسبة للمشاهد المواطن سواء في الجزائر أو في تونس. هل في حال ما إذا تم تطبيق فعليا هذا الاتفاق على أرض الواقع، أن المواطن من الجزائر إلى تونس أو من تونس إلى الجزائر باستطاعته استعمال الرصيد الموجود في هاتفه سواء المكالمات أو الأنترنت مثل ما قلنا كأنها مكالمات محلية أو استعمال محلي يعني سواء في الجزائر أو تونس، يعني وصلوا فعلا إلى هذا الشيء؟ هي ممكن نوصل يعني، ولكن تبقى دائما هل اقتصاديا هذه مجدية بالنسبة للمتعاملين. يعني من ناحية المكالمات الهاتفية ممكن يعني تقنيا يعني ممكن يعني إيجادها وتوفيرها، ولكن مثلا من ناحية استعمال الانترنت فهذه راح يعني فيها تفكير يعني أوسع شوية، لأن تكاليف الانترنت حاليا عن طريق الرومينج اغلى بكثير،
وممكن تكون فيه تجاوزات، وحتى يعني العروض اللي موجودة في حتى بالنسبة للمتعامل الواحد اللي موجود في تونس والجزائر العروض بتاعه تختلف. فكيف راح يتعامل مع هذا الشيء؟ يعني هل العرض بتاعه اللي في تونس للمشتركين بتاعه في تونس راح يخليه نفسه في الجزائر، وفي إذا خلاه نفسه في الجزائر فراح يدير عرضين مختلفين لمشتركين مختلفين، يعني واحد يدير له عرض في الجزائر أغلى من العرض اللي يديره في تونس، فلا بد أن يوحد العروض. وهذا التحدي بالنسبة للمتعامل، لأن الظروف الاقتصادية في الجزائر وفي تونس تختلف، مثلا الرواتب تختلف، فكيف راح يحقق ويتجاوز هذا التحدي؟ فهو قرار يعني سياسي مليح، يعني يمشي في مصلحة المواطن، ولكن هل هذا يتوافق مع مصلحة المتعامل اقتصاديا، ولا يشوف المتعامل بأن هذا القرار السياسي الذي اتخذ ما يساعدوش اقتصاديا فراح يتعطل في إنجازه؟ يعني ولهذا يعني ننطق بأن يعني في بعض هذه المسائل يعني لابد أن نفرق ما بين القرارات السياسية هذه الاستعجالية المغرية والقرارات التجارية الميدانية الحقيقية اللي تنطبق بأمور بعيدة كثيرا عن الأمور السياسية ربما التقنية وحتى الاقتصادية مثل ما قلت. هل تعتقد أنه في مجالات أخرى دائما في جانب التكنولوجيا الإعلام والاتصال بإمكان البلدين الاستثمار فيها، سيما ما تعلق ربما بخدمات القمر الصناعي الجزائري للاتصالات؟ هذا ممكن كذلك، يعني ما دام القمر الصناعي الجزائري يغطي شمال إفريقيا التونسي، فيمكن يعني الطرف الجزائري أنه يعني يعرض خدمات هذا القمر الصناعي على المؤسسات التونسية حتى تستفيد من هذا القمر الصناعي، ولكن بشرط أن تكون هذه الخدمات أسعارها أحسن، يعني الخدمات أحسن وأسعار أقل مما تقدمه الأقمار الصناعية الأخرى، وإلا تبقى دائما يعني قرارات سياسية، ولكن في اقتصاديا المتعامل راح يشعر نفسه بأنه يعني يخسر. يعني حتى في البلد الواحد لما نجي نلقى منتوج وطني يعني نوعية رديئة وبأسعار غالية، ومنتوج أجنبي مستورد بأسعار أحسن وأقل بخدمة أخرى، يعني فالمواطن يعني راح يمشي اللي يساعده ويساعد الكيف بتاعه، يعني ماهوش حتى إذا كان يعني داخليا يعني يميل إلى المنتوج الوطني، ولكن في الأخير كاين أمور وظروف تدفعه لمخالفة ما يؤمن به وما يتمناه. فهذا يعني أنا هذا أقول يعني لابد أن لما تتخذ هذه القرارات يعني السياسية هذه ما لازمش تأثر على الأمور الاقتصادية والتجارية، يعني لأن المتعاملين عندهم تكاليف، عندهم عمال لازم يخلصوهم، عندهم استثمارات وكذا. أما السياسي فهو كلام راح يقوله، قرار راح يمضيه إذا ما خذاش بعين الاعتبار مصالح المواطنين، وهذا شيء جميل، ومصالح المتعاملين كذلك، لأن إذا دفعنا المتعامل بقرارات سياسية للإفلاس ولا لتقديم خدمات رديئة لأن التكاليف زادت والعروض نقصت، ففي الأخير البلد هو اللي راح يعني يخسر. ولهذا يعني هذه القرارات ملح الإنسان يتخذها، ولكن ما لازمش تطغى عليها الشعارات هذه السياسية هذه بدون أخذ الاعتبار الأمور الاقتصادية، يعني لأن رانا في عالم اقتصادي، عالم تنافسي، وعالم اللي يبقى فيه هو اللي يقدم أحسن خدمة وبأسعار مغرية. طيب احنا نتمنى ان يتحقق هذا البنود، هذا الاتفاق لفائدة المواطنين في البلدين. السيد يوسف